ما معنى اسم سارة؟ يتساءل الكثيرون ممن يحبون معرفة معاني أسمائهم أو من ينتظرون مولودا جديدا عن معاني الأسماء. ومن الأسماء المحببة لدى الناس اسم سارة، وإليكم معناه في معظم اللغات التي ورد بها. سارة ويكتب سارة أو سارة، اسم يحمل الكثير من المعاني، وهو اسم زوجة النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأم إسحاق. لذلك يعتقد البعض أنه عربي مأخوذ من سرة، أي المرأة التي تبهج وتسر وتفرح الآخرين، وطاقة الريحان، أو من سارة التي تعلم بالسر. والبعض يقول أن اسم سارة من السأر والسؤرة، أي بقية الشيء من الشراب أو الطعام، ويقال في السريانية بمعنى أخت أو سيدة، ويقال في العبرية سارة هي الأميرة والمرأة الحاكمة، حيث إنها كانت تدعى في الأصل ساراي، ومعنى ساراي الفتاة المجاهدة، ويعني باللغة الهندية الأميرة وباللغة الإسبانية المرأة السعيدة. اسم سارة يعني الشعور بالحنان والإخلاص في الحب، والحب الأبدي والأزلي، والعاطفة الصادقة، والالتزام بأخلاق الصدق والأمانة، والتمتع بالأنوثة والعلو والثقة، وهو الوقت الحاضر وأمل المستقبل، والبعد عن التشاؤم، والسعادة في الحياة، والالتزام والاحترام. واسم سارة في علم النفس يعني البنت المحبوبة والمزعجة وشديدة الذكاء والعنيدة والطموحة كذلك.